هذا. وللمزيد ينضم إلينا من المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا. سيد هشام أهلا بك معنا. كيف تتابعون هذه المشاهد سيد هشام؟ أهلا بكم وشكرا على الاستضافة. نحن نتابع ببالغ الخطورة ما يحدث الآن في مجمع ناصر الطبي، ليس فقط ما يحدث اليوم أو الأمس، ولكننا نراقب الوضع على مدار الأسابيع القليلة الماضية. بدأت العملية العسكرية في خان يونس بالاتساع، وأصبحت المستشفيات القليلة المتواجدة في هذه المحافظة التي هي الملاذ الأخير للقطاع الصحي بأكمله في قطاع غزة، كيف تتأثر بفعل هذه العمليات العسكرية؟ كيف قتل بعض الأشخاص داخل حرم هذه المستشفى ودفنوا في حرمها أيضا؟ الوضع الآن غاية في الخطورة، ونؤكد على أن من في هذه المستشفى من مرضى وجرحى وطواقم طبية محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، بل يتمتعون بحماية خاصة تحت مظلة القانون الدولي الإنساني. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، حتى إذا ما أجبر النازحون على إخلاء المستشفى، فلا بد أولا من توفير الممر الآمن لهم. عذرا على المقاطعة سيد هشام، لكن الصور التي عرضناها الآن هي تظهر بأن هناك عملية إخلاء قصري تتم الآن. هذه هي الصور، لا أعلم إن كنت تتابعها. نعم، يعني تتحدث عن الخطورة، أي خطورة؟ وعندما يتم الحديث عن ممرات آمنة، لا يوجد أي ممرات آمنة، وأيضا يتم دفعهم إلى شرق خان يونس، وهناك اشتباكات عنيفة تجري في هذه المنطقة، أيضا بمقيل بأنه يتم دفعهم إلى مبنى البلدية هناك. هذا ما كنت أعنيه بالضبط عندما ما يقوله القانون الدولي الإنساني أنه يتحتم على الأطراف النزاع، وهنا أخص بالذكر الجيش الإسرائيلي، بتوفير ممر آمن، وصول آمن إلى جهة آمنة يتاح فيها لمن يتم إخلاءهم المدنيين بالوصول إلى المقومات الأساسية التي تمكنهم من البقاء على قيد الحياة كالغذاء والدواء إلى آخره. هذا التزام قانوني، بل واجب اخلاقي الان يجب ان يتحتم على القوات الاسرائيليه ان تلتزم به. ومؤكد ايضا على ان حتى المستشفيات في القانون الدولي الانساني اذا ما فقدت حمايتها يبقى من فيها من مدنيين وجرحى ومصابين وطواقم طبيه محميين بموجب القانون الدولي الانساني. اذا ما رفضت الطواقم الطبيه الخروج، لابد من ان يتم تامينهم، لابد من ان يتم عدم التعرض لهم. هذا ما يقول القانون الدولي الإنساني. ما يحدث على الأرض الآن نحن نتابعه ببالغ الخطورة. لجنة الدولية للصليب الأحمر منخرطة في حوار مباشر مع جميع الأطراف، سواء كانت الأطراف المنخرطة في النزاع بشكل مباشر أو حتى الوسطاء والحكومات المتعلقة والتأثير، بضرورة حماية وتحييد المنظومة الطبية في قطاع غزة أو ما تبقى منها من ويلات هذه الحرب الضروس. هل كانت أي هناك من اتصالات سيد هشام؟ سأعود إلى يعني خطورة ما يجري أيضا وخروج هذا المجمع، هو مجمع كبير كما ذكرنا. هل كان هناك أي اتصالات أو حتى لتواجدكم في عملية الإخلاء؟ تفضل. نحن غير متواجدين، نحن غير متواجدين في مجمع ناصر الطبي. هناك فريق متخصص من اللجنة الدولية للصليب الأحمر متواجد في مستشفى غزة الأوروبي. هذا سيناريو محتمل قد يحدث، نتمنى ألا يحدث ذلك، لأنه إذا ما خرجت هذه المستشفيات القليلة المتبقية عن الخدمة، وهي بالمناسبة تصارع من أجل البقاء على مدار الأسابيع الماضية، أخص بالذكر مجمع ناصر الطبي، مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وقد شاهدنا ما حدث أيضا لهذا المستشفى على مدار الأيام القليلة التي مضت، بالإضافة إلى مستشفى غزة الأوروبي. هذه الثلاث مستشفيات أهميتها تكمن في أنها مستشفيات ذات نظام حالا، بمعنى أنها تقدم خدمات طبية متقدمة كالعمليات الجراحية المنفردة للحياة، كغرف الإنعاش والعناية المركزة. الأمر لا يتوقف فقط عن عملية إخلاء من في هذه المستشفيات، من فيها يحتاجون إلى استمرار تزويد هذه المستشفيات بكل ما يلزم لإبقائها قيد التشغيل من المستلزمات الطبية، من الأدوية، من الغذاء، من الأكسجين والدواء والوقود أيضا. هذا ما ينص عليه قانون الحرب، هذا ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني. بدون هذه المقومات سوف تتحول هذه المستشفيات عاجلا إلى مقابر، وهذا ما نحذر منه، هذا ما حذرنا منه منذ أكتوبر الماضي، ألا يتم المساس بالمستشفيات من قبل الأطراف المتنازعة، وهذا ما نشهده الآن. هذا ما حدث بالضبط في مستشفيات شمال قطاع غزة، وكلف الأهالي هناك النظام الصحي، نظام الرعاية الصحية بأكمل. إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة، هذا سوف يترجم مباشرة إلى آلاف الأرواح التي سوف يتم
فقدها وكان بالإمكان. سيد هشام، أيضا ذكرت بأن هناك اتصالات تجري، هذه الاتصالات تجري بشأن ماذا؟ يعني الناس الآن النازحون يخرجون بشأن ضرورة، نعم يخرجون الآن، وأيضا هناك أوامر كانت ببقاء المرضى وأيضا الطواقم الطبية في المجمع، لا يعني لم يتم الحديث عن أي مصير لهم. أولوياتنا القصوى في حوارنا المباشر مع السلطات الإسرائيلية والأطراف الأخرى هي أولا ضرورة توفير الحماية المطلقة للمدنيين الذين يتم إخلاءهم من هذه المستشفى. لقد عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تسهيل تنسيق لإخلاء النازحين داخليا في مستشفى الأمل قبل أسبوع أو أكثر، وتم ذلك إلى حد ما بنجاح بناء على طلب من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. نحن لم نتلقى طلبا من مستشفى ناصر أو من وزارة الصحة بإخلاء هذه المستشفى، هنا يكمن الفارق. ولكن ما نعمل عليه الآن هو أولا توفير الحماية المطلقة للمدنيين الذين يتم إخراجهم من هذه المستشفى، ثانيا توفير الحماية للمستشفى ومن فيها، ثالثا إمكانية إمداد المستشفى بكل ما يلزم حتى لا تخرج عن الخدمة. نعم. هذه هي عذرا يعني أنا أقاطعك أكثر من مرة سيد هشام، لكن كيف سيتم تأمين ذلك وتعلم جيدا بأن إسرائيل لم تلتزم ولا تلتزم بأي لا مواثيق ولا معاهدات ولا اتفاقيات؟ نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق كل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف السيئة للغاية التي نعمل في ضمنها. لا يوجد هناك تدابير أمنية بالحد الأدنى حتى تمكننا من الذهاب إلى المستشفى والعمل من هناك. لذلك يبقى الضمان الوحيد هو مدى التزام طرف النزاع بتطبيق قانون الدولة الإنساني. هذه مسؤولية قانونية واضحة، هذه تفاصيل لا لبس فيها، لا يمكن أن تخرج من سياقها وأن يطبق بشكل جزئي في سياق أو آخر. ما يطبق في جميع أنحاء النزاع في النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم يجب تطبيقه أيضا في قطاع غزة. طيب عذرا قطعتك قبل قليل وكنت أسألك بأن هناك اتصالات تجري، وأيضا كنت أسألك عن مصير أيضا المرضى، ويعني هناك من أفادنا حتى من داخل المستشفى وقال بأن هناك عدد كبير من كبار السن، هناك من هم على أسرة المستشفيات، هناك من هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضوع الكوادر الطبية، هل هناك من أي اتصالات تجري أو حتى لمعرفة ما مصيرهم أيضا؟ نحن لسنا على اتصال مباشر مع داخل المجمع ناصر الطبي، ولكننا نلقي قدر المستطاع على الاتصال المباشر والمستمر مع وزارة الصحة الفلسطينية، مع مسؤولي وزارة الصحة الفلسطينية الذين يعني نتابع معهم هذا الوضع الذي يتطور بينما نتحدث الآن. هناك يعني هناك مشاهد تخرج بشكل تقريبا شبه مباشر من هذه المستشفى، ونأمل ألا يتطور الوضع أو تخرج الأمور عن السيطرة كما ذكرت. وأذكر هنا بضرورة مدى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، لأن يعني هؤلاء مدنيون عاصرون منذ أسابيع، مرهقون، مستنزفون، لا يعلمون إلا أين سوف يذهبون الآن بعد أن انتقلوا من هذه المستشفى ملاذا آمنا على مدار أسابيع طويلة. وكما ذكرت هناك أرواح على المحك، قد تلقينا تقارير تفيد بأن هناك من فقدوا أرواحهم نتيجة عدم توفر الأكسجين في هذه المستشفى وفي مستشفى الأمل أيضا تابع للهلال الأحمر الفلسطيني. هذا ما لا يقر القانون. أيضا سيد هشام، أريد أن أسألك بالنسبة إلى موضوع رفح تحديدا وهذه التهديدات الإسرائيلية، ويبدو أنه يعني وتابعت قبل يومين كان هناك استهداف كبير، أكثر من 40 إلى 50 غارة تم استهداف، عدد من المنازل، المساجد وغيرها من الأماكن، تكدس لأكثر من 1,400,000 شخص. هذه التهديدات هي ليست فقط يبدو تهديدات، وإنما يبدو بأن الأمر قد اتخذ تحذيرات أممية بهذا الخصوص، كيف تنظرون إليه؟ هل أيضا هناك اتصالات تجري بهذا الشأن؟ بكل تأكيد نحن نتابع عن كثرة مجريات الأمور في قطاع غزة بالمجمل، وخاصة في محافظة رفح. نحن متواجدون في محافظة رفح ونقوم بإدارة عملياتنا الإنسانية من هذا المكان. يعني الجميع يعلم الوضع الإنساني الآن في محافظة رفح، أكثر من 1.5 مليون يعيشون في أقل من 20% من المساحة الكلية لقطاع غزة في ظروف إنسانية بائسة، يعني ينتظرون اللحظة التي تنفرج فيها الأمور والتي هذه الظروف التي فرضت عليهم.
أي تصعيد لأي عمليات عدائية في محافظة رفح هذا سوف يعني مقتل الآلاف. الأمر يعني لا يحتاج شرح أكثر من ذلك. لذلك ما نؤكد عليه، ما نسعى على الدفع باتجاهه، هو إحقاق أو إعطاء الفرصة أكثر قدر الإمكان والضغط على جميع أصحاب القرار في هذا الموضوع، بضرورة إتاحة الفرصة للجهود السياسية. الحل العسكري لن يجدي نفعا، الحل الإنساني لن يستطيع تحقيق أي تغيير إيجابي على أرض الواقع بسبب استمرار الأعمال العدائية، ارتفاع نسبة الاحتياجات الإنسانية على مدار الساعة، محدودية الدعم الإنساني الذي يدخل إلى قطاع غزة بالشكل الذي لا يتناسب مع هذه الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، غياب التدابير الأمنية على الأرض التي تمكن الفاعلين الإنسانيين كاللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من تحقيق الحد الأدنى من الاستجابة الإنسانية. الوضع في الشمال متدهور أيضا بشكل خطير للغاية، ولا يمكن احتمال ما خطورة تدهور آخر. نعم سيد هشام، ما خطورة إن كان فعلا أو قامت إسرائيل بهذا الاجتياح البري في رفح؟ فضلا عن فقدان آلاف الأرواح، فضلا عن مأساة إنسانية سوف تتفاقم وتتفجر إلى أبعد حد وبشكل غير مسبوق حتى منذ 7 من أكتوبر حتى الآن، لن يعود هناك مساحة إنسانية لتحقيق أي استجابة إنسانية من قبل أي من الفاعلين الإنسانية على الأرض، لأن الأمر سوف يصبح مستحيلا. الأمم المتحدة قالت بأنها لن تشارك في عملية الإخلاء. إسرائيل كانت تحاول وتطلب بعملية الإخلاء تحديدا من رفح، وكان هناك حديث عن مسارات آمنة. نتنياهو أيضا تحدث عن هذه المسارات لكن لم يعطي أي تفاصيل. هل هناك من أي معلومات لديكم متوافرة حول هذا الشأن؟ يعني لقد سمعنا إشاعات تفيد بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية بأنها سوف تدخل إلى محافظة رفح وتدخل عمليا عسكريا. هذا أمر نحن ننفيه بشكل قاطع مبدئيا، وليس من دور الجهات الإنسانية أن تقوم بتنفيذ أو بلعب هذا الدور. دورنا هو محاولة إنقاذ ما يمكن ومن يمكن إنقاذه إلى حد الذي يتاح فيه المجال لنا لتحقيق هذه الأهداف. هناك التزامات قانونية هي الآن أشبه أو أصبحت بمثابة التزام أخلاقي من قبل رقم النساء تجاه تطبيق مبادئ الدولة الإنسانية بما يتعلق بالمدنيين، بما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، بما يتعلق بحماية الأرواح المتلقية وهي بمئات الآلاف. شكرا جزيلا لك من غزة، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا. شكرا سيد هشام.